نعم، سيكون هنالك تصعيد، وانا اعتقد في الاسبوعين ثلاثه القادمه، وراح اقول ليش. بس التصريح الحكومه البريطانيه يعني بكل ابعاده يخص ايران حقيقه. النقطه الاولى طبعا هي الاحتجاجات اللي بايران، وهذه اخطر احتجاجات من 79، فتؤدي الى حاله عدم الاستقرار، وراح يصير لها افرازات، قد تصير لها افرازات الى داخل العراق. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي عدم تشكيل الحكومه في العراق، والتصاعد العسكري اللي صار مؤخرا في الذيقار وفي البصره بين التيار الصدري والعصائب وبعض ميليشيات الحشد. فاذا متوقع ايضا هناك يصير تصعيد عسكري. وما ننسى احنا ايضا في الاحتجاجات في ايران هنالك صار في بعض الاطراف في بعض المناطق ايضا تصعيد عسكري ضد الحرس الثوري وضد البسيج. النقطه الثالثه طبعا هي الخوف للمملكه المتحده على الرعايا البريطانيه ان يخطفوا من قبل ميليشيات تابعه لايران في العراق ويسموها الى ايران، وايران تستغلها كورقه ضغط على بريطانيا مثل ما استغلت ورقه ريدكليف البريطانيه الايرانيه، واضطرت بريطانيا تدفع فلوس، يعني ما اتذكر قد كم مليون دفعت ايران حتى يطلقون سراحها. في الخوف انه في هذه الحاله ان ايران تصدر الازمه مالتها بالداخل، يعني احتجاجات الى العراق مثلا، حتى شد الانتباه عن الاحتجاجات وتقمعها، ومن ناحيه ثانيه تختطف بعض الرهائن من قبل الميليشيات وتبعثها الى ايران تستغلها كورقه ضغط، وثالثا تنطي اعاز لهذه الميليشيات لقصف خلينا نسميه مواقع التحالف الدولي، يعني تاثر على 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 القواعد العسكريه او على القنصليات او على السفارات، يعني راح يصير تصعيد هنا تصعيد هنالك. فبالتالي هذا طبعا بالاضافه الى القصف اللي صار على كردستان في السابق على اربيل، والان ايضا في السليمانيه من قبل ايران. هذا كله يعني باعتقادي التحذير البريطاني كله يتجه باتجاه ايران. ليش؟ لانه الان الضغط صار اكبر على ايران بعد الـ يعني خلينا نقول ما امريكا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي، ويعني وضع خلينا نسميه عقوبات جديده على ايران، بل حتى كندا وضعت الان الحرس الثوري على قائمه الارهاب. اذا هناك تصعيد تجاه ايران، تصعيد دبلوماسي، تصعيد ايضا اجتماعي احتجاجي وحتى عسكري في الداخل، وانسداد للاطار التنسيقي وميليشياته في العراق لتشكيل حكومه اللي هي طبعا ذراع ايران في العراق. كل هذا محصلته باعتقادي انه في خلال الاسبوعين القادمين راح يصير تصعيد. ليش الاسبوعين القادمين؟ لانه في 25 تشرين راح تكون هناك احتجاجات بالعراق، واحتجاجات كبيره ضد الاطار التنسيقي والميليشيات وتشكيل الحكومه من ناحيه، طبعا رافقها ايضا احتجاجات التيار الصدري. ويوم 26 10 يعني يوم بعد ال 25 راح يصير 40ية مهسا اميني، ومثل ما تعرف يعني عند الشيعه الاربعينيه هي ايضا فرصه للاحتجاج وتوسيع الاحتجاجات ضد ايران. فاذا هم يتوقعون في خلال الاسبوعين القادمه راح يصير هناك تصعيد في ايران وفي العراق، ولذلك جاء هذا التحذير للرعايا البريطانيين في العراق، بل حتى يعني منعوهم من الذهاب الى ايران.